خرج الآلاف من العراقيين في مختلف المحافظات للأسبوع الرابع على التوالي بمظاهرات حاشدة مطالبين بمحاسبة الفساد والقضاء عليه. القضاء على الفساد وتحديدا فيما يتعلق على القضاء على فساد القضاء هو شعار مظاهرات اليوم التي خرجت في 10 محافظات عراقية على الأقل، حيث طالب المحتجون بالسيطرة على القضاء العراقي الذي تفشى فيه الفساد وسمح للمسؤولين بالاستيلاء على أموال الشعب دون محاسبة. العراقيون يعيشون في العصر الحجري بسبب النقص في الخدمات الأساسية، كما يرى هذا الشاب ومن سار على دربه. كلكم تشوفون هذا نياندرتال الإنسان القديم، وإحنا بسنة 2020 هذا حالنا. فمع أزمات معيشية خانقة لجأ العراقيون إلى الشارع للاحتجاج على الفساد والمطالبة بالإصلاح، وللوصول إلى قلب كل عراقي استخدموا سلاح السخرية والفكاهة. فوزير الكهرباء لم يجد ردا على الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي سوى مطالبة العراقيين بالحد من استخدام سخانات المياه، فكان رد المحتجين العراقيين متمثلا في هذه الجنازة التي يشيعون فيها سخانا للمياه بل ويقيمون له ضريحا، كما حمل محتجون آخرون نعشا رمزيا كتبوا عليه أسماء المدن والمناطق التي انعدمت فيها الكهرباء، وجاب وسط المتظاهرين نعش آخر للبرلمان في إشارة إلى فقد نسبة كبيرة من العراقيين الثقة في المجلس التشريعي. الفولكلور والأغاني القديمة كانت حاضرة جنبا إلى جنب مع التظاهرات، لكن المحتجين عدلوا بعض الكلمات لتتلائم مع حال الشارع العراقي في هذا اليوم.